احنا المرة الماضية حكينا عن اليونتس وكيف تحول من وحدة لوحدة أخرى عن طريق الجدول. في جدول حكينا عنه كيف تحول من النظام العالمي لنظام بريطانيا أو النظام البريطاني لنظام العالمي، وبرضو الأبعاد، أبعاد مثلا الفورس الباور. خلينا نأخذ بعض الأمثلة البسيطة، يعني مثلا بحكي لك إنه مثلا حول convert مثلا حول قيمة البريشر، عندك قيمة البريشر معطيك إياها بالإنجليش يونت of 2 PSI PSI بالإنجليش يونت أو البريتش يونت بيستخدموا اللي هو البي اس اي، هو الباوند بير سكوير انش، باوند بير سكوير انش. هاي البي اس اي هي عبارة عن باوند لكل انش سكوير، بير سكوير انش سكوير انش، عبارة عن بي اس اي. بحكي لك convert pressure of 2 psi ل باسكال، 2 باسكال 2 باسكال وحدات اللي هو النظام، يعني زي ما بتعرف كل pressure في الباسكال في الاس اي يونت او الوحدات العالمية. الان بدك ترجع للجدول، الجدول اللي حكينا عنه المرة الماضية، نشوف اللي عندي نسخة منه. في جدول شوف موجود الثواني، دكتور تفضل. هسا الواحد بي اس اي تساوي 6.895 كيلو باسكال، مظبوط دكتور؟ الواحد بي اس اي يساوي 6.895 كيلو باسكال، كيلو او في 10 قوة 3 باسكال. يعني هاي عندك هنا، ما بعرف اذا شايفين واضح، هاي بتروح على البريشر، تروح على البريشر، عندك الواحد بي اس اي، عندك الواحد بي اس اي كم يساوي كيلو باسكال؟ الواحد بي اس اي، اي واحد بي اس اي يساوي عندك 6.8، زي ما حكى زميلكو 6.895 كيلو باسكال. كيلو باسكال بتحكي انه واحد بي اس اي بتحكي واحد بي اس اي بس كيف تستخدم الجدول، فيساوي عندك 6.895 كيلو باسكال، عفوا كيلو باسكال، وبده اياها للباسكال. لان اذا زي ما بتعرفوا الكيلو، كيف بدك تحول من كيلو لباسكال، من كيلو باسكال لباسكال، بدك تضرب في 10 قوة 3. يعني الواحد كيلو، واحد كيلو باسكال كم تساوي باسكال؟ هي عبارة عن ألف، ألف باسكال. يعني بعض اليونت الموجودة عندك هون مثلا كيلو باسكال، فبدك تحول إلى باسكال. ممكن يكون موجود ميجا باسكال مثلا، أو مثلا بالميجا، فإذا بتحولها مثلا ل باسكال أو كيلو باسكال، فبدك تضرب في المعامل. فهون واحد كيلو باسكال يساوي ألف باسكال، فبالتالي بتقدر تحكي إنه الواحد بي اس اي كم يساوي باسكال؟ راح يساوي عندك 6.895 في 10 قوة 3 باسكال، وبدك تضربه في ألف، بدك تضربه في ألف حتى تحول لباسكال. فالآن أنت عندك القيمة اللي بدنا نحولها اللي هي 2، 2 بي اس اي كم تساوي؟
PSI كم تساوي، بالتالي تحكي انه 2 PSI مثلا قيمة الإكس الموجودة عندك هنا، 2 PSI مضروبة في 6.895 في 10^3 هاي طبعا باسكال على 1 PSI، على 1 PSI هيك تتخلص من PSI، من وحدة PSI فبتضرب 2 في 6.895 10^3 راح يطلع معك اللي هو 13.79 10^3 باسكال. باسكال هاي بوحدة اللي هو الباسكال. فبالطريقة هاي يعني هاي مثال بسيط على اللي هو كيف تستخدم الجدول. بدك تنتبه يعني إذا أعطاك مثلا تحول من SI unit ل English unit برضو بنفس الطريقة بدك يعني تقسم أو تضرب بقيمة المعامل. مثلا في سؤال ثاني بالكتاب حكي لك برضو أوجد الفورس بالنيوتنز in newtons، معطيك الاكسلريشن ومعطيك الماس. معطيك الاكسلريشن بوحدات الانجليزي الانجليش يونت، ومعطيك برضو الماس بوحده الاس اي يونت. مثال ثاني الامثله اللي تقدر تطلع عليها موجوده بالكتاب برضو. المثال الثاني مثلا بيحكي لك اوجد الفورس in the force in a newton in newtons that need to accelerate a mass accelerate mass of 10 جرام. mass قيمة 10 جرام والacceleration قيمته 15 قدم لكل second تب، 15 قدم لكل second تب. فبنا نطلع الفورس بوحدة النيوتن، فبنا نطلع الفورس بوحدة النيوتن. زي ما بتعرفوا الفورس اللي هي تساوي شو الماس في تسارع التسارع. الآن الماس معطيك إياه اللي هو 10 جرام. الآن 10 جرام طبعا بدك تحولها لكيلو جرام زي ما بتعرف النيوتن، وحدات النيوتن كيلو جرام نيوتن متر لكل سكند تربيع. فبالتالي بدك تحول له 10 جرام، بدك تقسم على 1000 راح تساوي كم؟ تساوي عندك بوينت صفر واحد كيلو جرام، هاي بالكيلو جرام. لأن تضربها في 15 قدم لكل سكن بدك برضو ترجع للجدول وتحول من قدم لمتر، من قدم لمتر. إذا بترجع للجدول الواحد متر كم يساوي قدم؟ 3.281 هي موجود في أعلى الصفحة، فموجود عندك الواحد متر يساوي 3.281 قدم. حتى تتخلص من القدم بتحكي اللي هو هاي مضروبة في اللي هو الواحد متر كم يساوي 3.8 حكينا 2.81 قدم. هاي طريقة بيسموها اللي هي grid method زي ما كيف تختصر اليونت هاي مثلا الفيت مع الفيت او القدم، راح تروح عندك مع القدم فبضل عندك فقط المتر. بدك تقسم على المعامل هذا حتى يطلع عندك المتر. هاي الطريقه بسموها الجريد ميثود. هاي بالنسبه للفورس الجرام حولناها لكيلو جرام، والقدم كل سكن تربيع حولناها لمتر لكل سكن تربيع، متر لكل سكن كيلو. فكيلو جرام راح يطلع معك الجواب 0.0457.
اللي هو عبارة عن كيلو رام، كيلو رام في متر لكل سكن سكوير، كل سكن سكوير، واللي هي عبارة عن نيوتن، أي كيلو جرام متر لكل سكن سكوير اللي هي نيوتن أو بالنيوتن. بالطريقة هاي برضو في أمثلة يرجع لها موجودة بالكتاب، يعني بنفس الطريقة، فقط بدك تطلع المعامل من الجدول، يا تضرب يا تقسم حتى تحصل اليونت اللي بدك إياه. برضو حكينا إذا تتذكروا عن الأبعاد، حكينا عن الأبعاد الأساسية والأبعاد المشتقة. فمتى بكون عندك الدايميشنال في شيء بنسميه اللي هو الهوموجينيتي أو الدايميشنال هوموجينيتي، اللي هي عملية تجانس الدايميشن، يعني لما يكون في عندك معادلتين، عفوا بس ثواني شباب أغلبكم. عفوا شباب، موضوع الدايميشنال هوموجينيتي اللي هو عملية تجانس الوحدات، مثلا عندك زي المثال اللي قبل، لازم تكون عندك الوحدات متجانسة أو اليونت أو الأبعاد لازم تكون عندك متجانسة. مثلا حكينا أن الفورس الفورس تساوي اللي هي الماس بالأكسيريشن، فورس تساوي الماس بالأكسيريشن. بدنا نشوف هل هاي الأبعاد متساوية ولا لا، بنسميه اللي هو الهوموجينيتي أو الدايميشنال هوموجينيتي، الدايميشنال. هذا بيساعدك حتى تعرف هل هاي المعادلة صحيحة ولا لا، الدايميشنال، الدايميشنال هوموجينيتي. اللي هي بنرمز لها برمز اللي هو دي اتش، نرمز لها بالرمز اللي هو دي اتش. فعملية التجانس الأبعاد إنه زي ما حكيت، إنه بدك تعرف هل هاي المعادلة عندك صحيحة أو ولا لا، فبدك تشوف أبعاد الفورس وأبعاد الجهة اليمين، يعني أبعاد الجهة اليسار وأبعاد الجهة اليمين. إذا الأبعاد متساوية فمعناته معادلتك اللي راح تكون لك صحيحة. فإذا بتتذكروا حكينا الفورس، مثلا إذا ترجع للجدول وشو أبعاد الفورس، إذا رجعنا للجدول فعندك أبعاد الفورس اللي هي M في L على T سكوير. إذا بتلاحظ من الفورس اللي هي عبارة عن M في L على T سكوير. فالآن إذا الجهة اليسار مساوي لهذه الأبعاد، فبالتالي راح يكون عندك المعادلة هاي صحيحة. هذا بنسميه dimensional homogeneity. فحكينا الاف اللي هي عبارة عن ام، الابعاد تاعت الاف اللي ام في ال على تي سكوير، ام في ال على تي سكوير. فالان بدنا نشوف هل راح تساوي عندك الماس في الاكسلريشن ولا لا. الان زي ما بتعرفوا دكتور، بدي اسالك يعني هسه الام في ال على التي التربيع، اللي هو مقصود اللي هو الوحده تبعت الاف تبعت القوه يعني، ولا ولا القانون تبع؟ لا لا، مش هسه عنه. الان فرق، بدك تفرق، بدك تفرق فين بين الوحدات وبين الابعاد. الابعاد في شيء اسمه في شيء اسمه يونت، اليونت اللي هي الوحدات، يعني مثلا وحدة الفورس اللي هي نيوتن، وبدك تفرق بين الأبعاد، يعني بين الوحدات وبين الأبعاد. الأبعاد، الأبعاد اللي هي زي هيك مثلا، أبعاد الفورس اللي هي M مثلا في L على T سكوير، ولازم نسويهم مع بعض، ولازم نسويهم مع بعض، مع بعض
فلازم يتساوون مع بعض، لازم يتساوون مع بعض. هذا بنسميه dimensional homogeneity، يعني هاي عادة بيستخدموها في بيستخدموها لما يكون في عندك تجربة مثلا، ومن التجربة هاي بدك تحصل مثلا معادلات، فبدك تعرف هل معادلتك صحيحة ولا لا، بتصير تشوف الدايمينشن. يعني الدايمينشن متساوي ما بين هاي ما بين الجهة اليمين والجهة اليسار، بالتالي راح يكون عندك معادلة صحيحة. فبدك تفرق يعني خاصة في الأسئلة بين اليونت الوحدات وما بين الأبعاد. فالآن بدك تشوف الماس، الماس شو اللي هي الأبعاد تاعت الماس، مش الوحدة، من الأبعاد هي عبارة عن زي ما اللي هي الأم دكتور، اللي هي الأم، اللي هي الأم. والأكسلريشن شو الأبعاد تاعتها؟ ال over t square. في سرعة على الزمن. اللي هي ال over t. ال على t. ال على t square. السرعة ال على t، بينما الأكسلريشن ال على t square. إذا بتلاحظ إذا كان عندك الأبعاد هاي متساوية، يعني هاي للماس وهاي عندك للأكسلريشن، فبالتالي يعني شغلك صحيح راح يكون، شغلك صحيح. هاي بنسميها dimensional homogeneity، dimensional homogeneity. هاي أكثر شيء زي ما حكيت بستخدمه في حالة إذا كان عندك تجربة وعندك مثلا variable كثيرة، متغيرات كثيرة مثلا في التجربة، بدك تحصل معادلة، بالتالي عن طريق خطيئة بتعرف هل معادلتك صحيحة ولا لا. في برضو ملاحظة ثانية، مثلا إذا كان عندك إذا كان في عندك تكامل أو إذا كان في عملية اشتقاق، فكيف بدك تحصل الأبعاد إلها؟ يعني مثلا أبعاد التكامل وأبعاد الاشتقاق. يعني مثلا لو كان عندك مثلا انتجرال، مثلا لو أخذنا مثلا تكامل الـ velocity في dt، velocity في dt، ويبحكي لك مثلا شو أبعاد هاي الـ integration، شو أبعاد هاي الـ integration، يعني أوجد أبعاد الـ integration. شو بتحكي؟ فبتلاحظ أنه بتكون من v ومن t، t اللي هو time، وقت t low time، وال v اللي هي السرعة velocity، ال v اللي هي velocity، وال dt وما حكي لها تكامل. فإذا حكى لك مثلا أوجد أبعاد هاي التكامل، فأنت كل اللي عليك فقط اللي هو تأخذ بعد ال v، يعني شو راح يكون عندك بعد v، والبعد ال t، بعد ال t time، يعني فقط بدك الجزئين. بتشوف شو بعد الـ velocity، زي ما بتعرف الـ velocity شو بعدها، هي الـ m over l over m، l over t، الـ على t. الأبعاد إذا بترجع للجدول، الـ velocity هي l على t، l على t. والـ time شو راح يكون بعدها؟ t second، هي t مضروبة second، أو second اللي هي الوحدة، زي ما حكيت لك فرق بين الوحدات وبين الأبعاد. بالسؤال مثلا بيحكي لك أنه أوجد مثلا الـ dimension للمعادلة هاي، and find the dimension of this equation or integral equation. فأنت بالطريقة هاي بدك تعملها. إذا حكى لك اليونت، اليونت بتأخذ اللي هو الكيلوغرام، المتر، السكند، فبدك تميز بيناتهم. هاي الناتج شو راح يساوي؟ دكتور ممكن استفسار بس. تفضل. بس السؤال زي هيك يعني مثلا بالامتحان، انه شو كيف وضعية السؤال حتكون، او ايش الريزولت اللي بدنا نطلعها؟ يعني السؤال، يعني السؤال كيف بيجي بالامتحان؟ سؤال الامتحان مثلا بيحكي لك انه find، يعني اوجد the dimension of اللي هو v في dt، integration v في dt. هيك بيجي السؤال. هيك بيجي السؤال. طبعا اذا خيارات من متعدد راح اكتب لك مثلا خيار متعدد، مثلا انه واحد
أو الخيار مثلاً A أو الخيار واحد مثلاً L على T. الخيار الثاني مثلاً اللي هو مثلاً يساوي L. الخيار الثالث مثلاً يساوي واحد على T. واحد على T. الخيار الرابع مثلاً ممكن يكون أي شيء. أنت زي ما حكيت لك تأخذ الفيلوسيتي مضروبة في T. الفيلوسيتي مضروبة في T. فالفيلوسيتي شو تساوي اللي هي L على T. مضروبة في T فشو راح يكون عندك الناتج؟ L. راح يكون L. بالتالي راح يكون إجابتك الصحيحة L. شكرا لك. زي هيك تجلس. مشكور دكتور شكرا. أنا أهلا فيك. برضو بالنسبة للديفرانشال يعني إذا كان في عندك ديفرانشال مثلا دي أحكي مثلا يعني ممكن يجيب لك سؤال مثلا find the dimension of the differential equation مثلا نحكي مثلا df زي إيش مثلا نحكي مثلا du أو df du مثلا اللي هي السرعة أو dv مثلا dv مثلا على d على dy dv مثلا على dy الـ V اللي هي مثلاً سرعة أي velocity velocity وهي مثلاً مسافة نحكي أو distance أو whatever مسافة أو distance طبعاً بحكي لك يعني علماً بأنه الـ V اللي هي عبارة عن velocity T اللي هي عبارة عن time أو second upon time طبعاً رح نجين هاي المعادلات للشباتر القادمة في معادلات راح نحكي عنها فمثلا بعطيك المعادلة وانت مثلا بتطلع الأبعاد لهذا الامتحان فمثلا بحكي لك أوجد مثلا dimension للdifferential equation هي dv على dy فانت كل عليك فقط تأخذ الvariable يعني velocity مثلا تعرف شو بعدها الdistance مثلا تعرف شو بعدها بالتالي شو راح تساوي اللي راح تساوي عندك بدك تطلع بعد الv يعني بعد الـ velocity وبدك تطلع بعد الـ y بدك تطلع بعد الـ y بعد الـ velocity زي ما حكينا اللي هو L مثلا على T اللي هو L على T زي ما حكيت الجدول راح يساعدك كثير حاول نخلي نسخة معك يعني الامتحان الفيلوسيتي اللي هو L على T وهي عبارة عن L هاي عبارة عن L فشو راح يكون عندك الناتج؟ واحد على T راح يكون واحد على T واحد على T هذا بعد هذا البعد واحد على T بالطريقة هاي إذا حكى لك اليونت اللي طلع الوحدات زي ما حكينا بتأخذ الوحدات يعني بدل L اللي هو متر مثلا بدل T مثلا سكند بدل T هون مثلا سكند فبطلع عندك مثلا إجابة بالمتر راح تكون إجابة L اللي هي بالمتر يعني فقط حول هاي L لوحدات يونت بتكون عندك بالمتر الواحد على T مثلا T اللي هو سكند إذا حكى لك أوجد اليونت الوحدات ففرق ما بين اليونت وما بين الأبعاد أي ملاحظات حسبنا فيها في البداية طبعا بيجي عليها أسئلة يعني دكتور يعطيك العافية أنا هون عندنا بالتكامل وبالاشتقاق يعني مثلا التكامل هون تكامل في دي تي التايم مش داخل معنا بالتكامل تايم يعني ضل التكامل بالنسبة ضل التكامل الفي بالنسبة للتي في دي تي يعني كامل هاي الفي بالنسبة لدي تي الدايمنشن إلها المفروض يكون L over T لا دايمنشن لأن هاي عبارة عن ديستانس يعني انت هاي السرعة في الزمن هي عبارة عن ديستانس المسافة انت زي ما حكيت لك بتجزئ الفاريابل الموجودة بالانتيجرال يعني عندك فاريابل مثلا هنا V مثلاً كان في عندك variable مثلاً acceleration أو كان عندك force مثلاً فبتأخذ مثلاً الـ variable الموجود الـ V
وعندك برضو التي يعني مضروبة في دي تي دي تي دي بنأخذ فقط التي الزمن يعني زي هيك بدك تعمل تأخذ فقط الفي والتي الفي والتي نفس الشيء بالنسبة للديفرنشال مثلا دي في على دي واي تأخذ الفي والواي تأخذ الفيلوسيتي والواي يعني فقط خذ الفاريابلز الموجودة بالانتيجر بطلع عندك الناتج اللي هو ال اللي هو الديستانس يعني هاي عبارة عن اللي هي الديستانس مثلا او المسافة نحكي مثلا y او whatever distance فانت بدك تشوف بعد الديستانس هاي قديش مقدار البعد للديستانس اللي هو ال البعد بس هو عادة بعطيك المعادلة يعني في خاصة بالامتحانات يعني بعطيك معادلة الانتيجرال هاي المعادلة وانت طلع من خلالها شو البعد اتوقع انه واضح يعني بسيطة يعني ما فيها اي شيء فقط جزئ هاي الفاريابلز وطلع شو البعد واضح واضح دكتور اي برضو هلا هلا برضو في الموضوع الثاني يعني كلها مقدمة عن الفلويد هاي الأمور راح تمر معنا يعني كثير. الموضوع الثاني اللي هو الايديال غاز قانون الايديال غاز قانون الغازات اتوقع مر عليكم قبل كده قانون الغازات العام ايديال غاز لو الايديال غاز لو قانون الغازات العام طبعا قانون الغازات العام في شكلين من القانون في الشكل الاول هو بعطيك البريشر الضغط في الحجم الفوليوم يساوي عندك الماس الكتلة الماس في ار اللي هو ثابت الغاز ار نسميه الغاز كونستانت ET أنا بعرف في ده إنه فصلهم ليقول لنا ال pressure اللي هو الضغط pressure هذا عبارة عن pressure وال V اللي هو عبارة عن volume الحجم وال M اللي هي عبارة عن mass كتلة الغاز ال R اللي هو gas constant هذا عبارة عن gas constant غاز كونستانت طبعا لكل غاز فيه ثابت معين راح كيف بدك تطلع ثابت الغاز راح اعلمك كمان شوي تي اللي هو التمبريتشر تي اللي عباره عن التمبريتشر التمبريتشر بالكلفن صح دكتور التمبريتشر نعم لازم تكون بالكلفن تمام بالكلفن دائما بالكلفن يعني اذا اعطاك اياها بالدجري إذا أعطاك بالدجري فبتعرفوا تحولوا لكلفن اللي هو الكلفن شو تساوي تساوي عندك الدجري زائد 273 فهاي زي ما حكى زميل كنت أبو إلها تي دائما بالكلفن لازم تكون بالايديال غاز إذا أعطاك بالدجري بدك تحول لكلفن بزيد 273 هذا شكل من أشكال اللي هو الايديال غاز والبريشر في الفوليوم يساوي عندك الـ MRT الشكل الثاني هو عن طريق الـ بس قسم على الفوليوم إذا قسمنا على الفوليوم البريشر يساوي عندك M على VR VT يعني إذا أعطاك مباشرة الـ density اللي هي M على V شو تساوي ماس فلوريد لا الـ M على V اللي هي الكثافة كثافة الغاز الكثافة اللي هي الكتلة على الحجم في R في T ممكن تستخدم الشكل هذا من الايديال غاز لو أو معادلة الايديال غاز لو ممكن تستخدم الشكل هذا يعني حسب معطيات السؤال
حسب معطيات السؤال. يعني في بعض الحالات بيحكي لك أوجد الماس مثلا، بدك تعوض، معطيك مثلا الفوليوم البريشر الار تي، بدك تستخدم هاي المعادلة، معطيك مثلا الدنسيتي، أو إذا حكى لك طلع الدنسيتي مثلا للغاز، الكثافة، هاي الكثافة اللي هي عبارة عن دنسيتي، دنسيتي أو الكثافة. يعني زي ما حكيت الار، كيف بدك تطلع الار؟ الار في جدول، خلينا نشوف نكون ثواني، في جدول فيه حسب الغاز المستخدم عندك او الموجود عندك بالسؤال، بيختلف الغاز كونستانت حسب الغاز. دكتور بجداول مثلا الهواء كيف؟ بس الار بنطلعها من جداول الثيرمو مظبوط؟ في بجداول الثيرمو، نعم في بجداول الثيرمو ار، بس في عندنا جدول باخر الكتاب موجود هيو هون اللي هو تيبل A2، هذا موجود باخر الكتاب، اذا بتطلع على الكتاب باخر الكتاب فموجود خصائص الغاز، خصائص الغازات. احنا اللي بهمنا من خصائص الغازات الدنسيتي والار، بتلاحظ هنا في عندك اللي هو ثابت الغاز، فمثلا للهواء في عندك هذا ثابت الغاز اللي هو الغاز كونس اللي هو الار، فمعطيك بوحدة ال، طبعا عادة نستخدم وحدة اللي هو الاس اي يونت، يعني اللي فوق هنا عندك هي وحدة الاس اي يونت اللي هي 287 جول لكل كيلوغرام كلفن. الرقم اللي تحتيه رقم هذا اللي هو بالانجليش يونت، الوحدات الإنجليزية هذا pound force. على كل غاز زي ما تلاحظ مثلا للهواء 287، للكربون دايوكسيد CO مثلا 189، للهيليوم، للهيدروجين، يعني هاي الغازات اللي بنستخدمها أكثر شيء، النيتروجين، الأكسجين، الميثين موجود عندك. الرقم اللي فوق زي ما حكيت اللي هو بالأس آي يونت، والرقم اللي تحت اللي هو بالانجليش. برضو ممكن تحتاج الدنسيتي زي ما حكينا الكثافة، موجود عندك برضو الرقم اللي فوق بالاس اي يونت، الوحدات العالمية 1.22 مثلا للهواء، للكربون دايوكسيد موجود عندك قيمة، والقيمة اللي تحت اللي هو بالسلج، سلج لكل قدم تكعيب اللي هو بالوحدات الانجليزية. اكثر شيء راح نستخدم العمود الاول والعمود ثالث. خلينا نوضح بمثال أو نأخذ مثال عليها. دكتور بس بعد إنك في مجال تنزل لنا الجدولين لحالهم هدول عشان نقدر نطبعهم. خلاص تمام، يعني بدك يكون كل واحد على صفحة لحاله. بنفس ال. صفحة. كل جدول على صفحة لحاله. نفس البي دي اف. نفس البي دي اف ماشي، ما في مشكلة. اللي هو جدول الاف 1 وجدول اي 2، جدول التحويل للمعاملات تحويل وجدول الغاز. برتبهم لكم بالبي دي اف واحد وبنزل. خلينا نأخذ مثال على الايديال غاز. مثلا بيحكي لك في تانك موجود فيه نيتروجين، تانك كان عبارة عن تانك هذا، هذا عبارة عن تانك، وهذا التانك موجود فيه نيتروجين، موجود فيه نيتروجين. حجم الغاز الموجود في النيتروجين اللي هو بوينت، معطيك اذا بترجع للمثال اللي هو اكزامبل 1 2، اكزامبل 1 2 موجود بالشابتر 1 2، معطيك اياهم بوحدات الانجليش يونت الحجم، فبدك تحولهن، مطلوب لانه بالسؤال انه تطلع الوزن بالنيوتن، طلع الوزن بالنيوتن. مثلاً معطيك الحجم 17 قدم، 17 قدم تكعيب طبعاً،
13 قدم تكعيب. فأنت بما أنه طالب منك بالسؤال أنه طلع أوجد الوزن، وزن التانك كامل، يعني بدنا وزن التانك كامل المطلوب من السؤال. Find the weight أو the total weight of the tank. Total weight of the tank. The total weight of the tank. المقصود بالtotal weight يعني بدك الوزن، نطلع وزن tank total weight هو وزن التانك، وزن التانك زائد وزن النيتروجين الموجود في التانك، زائد وزن النيتروجين الموجود داخل التانك. هذا المقصود بالتوتال ويت، يعني بدك الوزن التانك نفسه زائد اللي هو وزن النيتروجين. معطيك المعطيات الموجودة عندنا بالسؤال، معطيك الفوليوم زي ما حكيت اللي هو 17 قدم تكعيب. فحكي لك أوجد توتال ويت of the tank بوحدة النيوتن، بوحدات النيوتن، وحدة النيوتن من النيوتن. ضروري تطلعه بالنيوتن، يعني زي ما هو طالب منك السؤال. الآن بما أنه معطيك بالقدم تكعيب بدك تحول لمتر تكعيب، فزي ما حكينا بدك تحول لمتر تكعيب بدك ترجع للجدول. إذا تذكروا حكينا الواحد متر يساوي مثلا 3.28 أي، راح أترك لكم التحويلات بدك تحول، فراح يطلع عندك 0.481 متر تكعيب، متر تكعيب. أعرف كيف تحول، أعرف كيف تحول من قدم تكعيب لمتر. برضو معطيك البريشر، معطيك قيمة البريشر، البريشر للنيتروجين 500 PSI، 500 PSI، 500 PSI. فبرضو بدك ترجع للجدول وتحول مثلا من PSI إلى باسكال أو لكيلو باسكال. فلا باسكال هي عبارة عن 3.45 في 10^6 باسكال، 10^6 باسكال. زي ما حكيت بدك ترجع للجدول وتشوف شو المعامل المناسب اللي تضربه حتى يطلع عندك الباسكال أو الكيلو باسكال بدك تحول إلى باسكال. هاي بالنسبة للبريشر. معطيك برضو درجات الحرارة تي 20 درجة، 20 درجة. زي ما حكينا بالايديال جاز بدك تحولها لكلفن، فبدك تضيف إلها 273، تضيف لها 273 حتى تحول لها كلفن. فكم تساوي عندك 293 كلفن، 293 كلفن. فمعطيك إياها بالدقل. برضو معطيك الويت للتانك، وزن التانك، وزن التانك معطيك إياه 50 pound، pound force. فبرضو بما انه حكي لك انه بنيوتن فبدك تحول الخمسين لنيوتن، فبترجع للجدول فراح يساوي عندك 222 نيوتن، 222 نيوتن. فمعطيك وزن التانك، وزن التانك فارغ، معطيك اياه اللي هو 222، او معطيك اياه اللي هو 50 pound force. فإحنا زي ما حكينا إذا بدك تحول لنيوتن بدك تستخدم الجدول، شوف المعامل المناسب حتى تحول. نشوف إذا ظل عندنا كمان معطيات. أتوقع هذا الموجود عندنا، الفوليوم والبريشر والتمبريتشر والويت للتانك. الآن بدك تبلش تحل. الويت للتانك موجود عندك، وزن النيتروجين كيف بدك تحصله؟ مش موجود عندك، بدك تحصله عن طريق معادلة، بدك تحصله عن طريق معادلة الايديال جاز، تحصله عن طريق معادلة الايديال جاز حتى تحصل اللي هو الوزن. فمن معادلة الايديال جاز اللي هو PV زي ما حكينا
اي في تساوي عندك ام في ار في تي، ام في ار في تي. اذا بتلاحظ البريشر موجود هنا، الفوليوم موجود، التي موجود، الار الار من تيبل، من تيبل A2، من تيبل A2. فبترجع للتيبل اللي حكينا عنه، للنيتروجين، للنيتروجين راح يساوي عندك الار للنيتروجين طبعا بالاس اي يونت اللي هو 297. اذا بترجع للجدول 297 جول لكل كيلوغرام كلمة، لكل كيلوغرام كلمة. فبتطلعوا من الجدول الار، طلع من جدول A2. عندك مجهول الماس، المجهول الوحيد اللي عندك اللي هو الماس. الماس شو تساوي للنيتروجين؟ طبعا اي الماس للنيتروجين راح تساوي P في الفوليوم على R T، على R T. فانت هون بتكون حولت معطيك اللي هو 500 PSI، حكينا بتحولهن لباسكال. بتحولها لباسكال فتساوي عندك اللي هو 3.45 في 10 قوة 6. الفوليوم برضو حولنا من 17 قدم تكعيب لمتر تكعيب، فتضرب في 0.481 481، وبتقسم على R اللي هو 297. والتمبريتشر زي ما حكينا دائما بالكلفن، هو معطيك إياها 20 درجة، فبدك تضيف لها 273 فبتساوي عندك 293. فبطلع عندك الماس 19.1 كيلو جرام، 19.1 كيلو جرام. فاحنا بدنا الوزن، بدأ منك طلعت الماس، الوزن زي ما بتعرفوا الوزن اللي هو يساوي عندك الماس في تسارع الجاذبية الأرضية، وزن النيتروجين اللي هو عبارة عن الماس الكتلة في تسارع الجاذبية الأرضية. فبتضرب 19.1 في تسارع الجاذبية الأرضية اللي هو 9.81. فبطلع عندك 187 نيوتن. التوتال كم يساوي التوتال؟ راح يكون عندك زي ما حكينا وزن التانك معطيك إياه اللي هو 222، والوزن النيتروجين اللي هو 187. فبطلع عندك الناتج 409 نيوتن، راح يكون بالنيوتن، الوحدة بالنيوتن 409 نيوتن. بالطريقة هاي طبق على معادلة الايديال غاز وما حكينا، بتطلع الماس ومن الماس بتطلع الوزن، وبالتالي بتحصل هو المجموع الوزن أو التوتال ويت، التوتال ويت. زي ما حكينا التحويلات بتستخدم اللي هو الجدول، الجدول F1، بتحول من الانجليش يونت للاس اي. ان شاء الله راح ازودكم بالجداول هاي. والار لا تنسى انه من A2، الجدول اللي هو A2 الار حسب الغاز الموجود عندك بتطلع قديش من الار. بالنسبة للوحدة الأولى أو للوحدة الأولى، هاي بالنسبة للوحدة الأولى. الوحدة الجاية اللي هي بتتحدث عن الخواص، خواص الماء اللي هو زي الـspecific weight، الحجم النوعي، الوزن النوعي، الكثافة، راح نحكي عنها بالتفصيل إن شاء الله المرة الجاية.
الله يعطيك العافية. إذا عندك أي استفسار أي سؤال. الله يعافيك دكتور. الله يعطيك العافية دكتور. عندنا الولد. هلا أهلا الشباب. دكتور. آه تفضل. بدك ترفع لنا الورق صح اللي حليته اليوم؟ آه هسه لا بعد المحاضرة هاي إن شاء الله بنزلك. إن شاء الله يعطيك العافية دكتور. بس لا تنسى الجداول. هسه بحول البي دي إف كله كامل هذا. والجداول برضو برتبها لكم في بي دي إف واحد وبنزلها لكم منفصلات يعني راح يكون. يعطيك العافية دكتور. أنا هلا ما عارف. دكتور نسيت الغياب على الليرنينج. آه الغياب موجود على الليرنينج. فوت على الليرنينج موجود عندك اللي هو الحضور والغياب تدخل عليه وبتسجل حضور. تمام دكتور. إن شاء الله. برضو الفيديو راح نزله لكم على الليرنينج والسلايدات هاي برضو راح نزلها لكم إن شاء الله. دكتور بس أعمل تسجيل للريكورد. آه طبعا. هسه راح أسجل إن شاء الله.